بنتك عم بتغار منك على بيا، عم بتجرب تلبس التالون تبعك، تلبس مثلك، تحط روج عليه، تظبط ضفيرة مثلك، تقلدك بحركاتك، هذا شيء كتير نورمال. بنتك قاطعة بالكومبلكس دو ديب. كومبلكس دو ديب ببلش من عمر 3 وبيخلص على 6 سنين، ضروري يخلص على 6 سنين. ما تعملي انكسيتي على الموضوع وما تدوي زيادة على الموضوع، بيقطع بخير وسلامة. كمان الصبي بيقطع بالكومبلكس دو ديب، بجرب بيلعب دور البروتكسيون تبع بيو، بصير يغار على امه من بيو. هذا شيء كتير نورمال. كمان على 6 سنين بيخلص الكومبلكس دو ديب وبتخلص الخبريه، ما ضروري نعمل انكسيتي ابدا على الموضوع. بدي كمان الفت لكم نظركم انه ضروري كل ولد يقطع بهذا الكومبلكس تيكون الديفلوبمون افكتيف تبعه نورمال. ثانك يو. ما تنسوا تتابعوني ضمن برنامج كمل صحتك على طول على راديو برمانة، وفيكم تتواصلوا معي على فيسبوك وعلى انستغرام.